كباب بالكرز هو مشروع بيهدف لتحسين الأمن الغذائي وتطوير فرص كسب العيش وتحسين الدخل من خلال بناء أنظمة غذائية محلية. تقسم هذا المشروع على مراحل وتضمنت عدة نشاطات أهمة. المرحلة الأولى، أولاً تقييم الاحتياجات والاختيار النهائي ل 120 شخص من المزارعين والأفراد وجمعية تعاونية المونة الريفية بارسيل يلي مشاركين بهذا المشروع. ثانياً توفير بناء القدرات الفنية للمزارعين. ثالثاً شراء المعدات على أساس تقييم الاحتياجات والتدريب على استخدامها. رابعاً اختيار 20 شاب وصبية من ضمن المشاركين من حيث تقديم الدعم بإدارة المال والأعمال لعشرة منهم، بينما حصل 10 الباقيين على مستلزمات مهنية. المرحلة الثانية تنظيم اجتماعات تنسيقية والعمل على استراتيجية مشتركة للمزارعين مع أصحاب المصلحة المحليين من خلال دعم إنشاء الأعمال التجارية وتوفير دعم للعلامات التجارية وتعيين المشترين المحتملين بهدف تطوير قطاع الأغذية الزراعية. من أهم الإنجازات اللي بيهدف ليحققها كباب بالكرز، أولاً تطوير قدرات المزارعين بارسيل ودعم على إنتاج الغذاء. ثانياً تحسين فرص كسب العيش للشباب. ثالثاً وجود حلول محلية لتحديات أمن الغذاء بمنطقة عرسال. رابعاً تسهيل وصول منتجي عرسال لكافة الأسواق المحلية. هيدا المشروع ممول من الوزارة النرويجية للشؤون الخارجية ومنفذ من التجارة العادلة بلبنان بالشراكة مع المجلس النرويجي للاجئين